بكنيسة القديس جورج الشهيد اللاتين إربد خدمة القداس الإلهي والاحتفالية بسر مسحة المرضى بعيد سيدة لورد من كل عام والمخصص للصلاة من أجل المرضى بالعالم. ترأس القداس الأب فراس عريضة كاهن الرعية بمساعدة خدام الهيكل وبحضور عدد من المؤمنين. المرض، هالكلمة ممكن تكون مرعبة عند بعض الناس وعند آخرين هي مجرد كلمة ما إلها أي صدى بحياتهم. اليوم وكل يوم الرب يسوع فاتح إيديه ليحكي لكل شخص تعبان، مريض، مهموم أو حتى ممكن يكون غير مرغوب فيه لمرض معين: تعال أنا موجود عشانك، مثل ما عمل مع الشخص الأبرص وشفاء. فالقلب والعقل والروح منسلمها إليك يا رب وإحنا مغمضين. سؤال طرح الأب عريضة بعظته ليضل الجواب بقلب كل مؤمن ومؤمنة شاركوا بالصلاة. ليتساءل، هل من الممكن أن ندع الله يطهرنا برأفته؟ ولكن قبل يجب أن نقتدي به ونشفي نحن أيضاً البرص المنبوذين من حولنا، سواء بلمسة من إيدينا أو نظرة دافية من أعيننا. إذ يقول ينبغي عليه ليس فقط أن يحيظ منفرداً خارج المخيم ولا يسمح له بأن تكون ملابسه لائقة ويمشط شعره ممنوع، إنه مرغم على تغطية وجهه لكي لا يخيف قريبه والملالي عند اقتراب أي شخص آخر منه نجس. هل يمكن نتخيل معاناة عميقة لشخص بتآكل جسدياً وهو بالإضافة إلى ذلك محتقر ومنبوذ اجتماعياً؟ كيف يمكن لرجل أن يتجرأ على اقتراب يسوع ويدوس المحرمات وغضب الشعب وأن يطلق صرخته في طلب يده الاستسلام إذ يقول إن شئت فأنت قادر على أن تبرئني؟ ما تفرض نفسه ولكن بعرف قضيته رغبته وبقول بإيمان يدعو الإعجاب ليس كما أنا شاء بل كما أنت تشاء. وخلال القداس تقدم بعض المؤمنين بكل إيمان وخشوع لوسط الكنيسة لينالوا بركة هالسر من خلال مسحة بالزيت المقدس. مسحة المرضى بتمد الشخص المريض بنعمة الروح القدس ليزداد ثقته أكثر بربنا ويتغلب على تجارب الخبيث ومخافة الموت، بالإضافة للقوة اللي بحصل عليها ليحتمل الأوجاع ويقاومها. بالنهاية لابد من المؤمن على طلب المسحة كل ما دعت الحاجة والتخلي عن عادة التأجيل. فسر مسحة المرضى هي مش آخر خطوة نحو الموت، وإنما هي قوة ونعمة من الرب. من إربد لقناة نور سات، نيفين حداد.